أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة، وأعود إلى ضيفاي وتحديدا الدكتور أحمد شديد. دكتور أحمد شديد، ربما نفصل في الاحتجاجات الطلابية والحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية الذي انتشر كالنار في الهشيم حتى في جامعات أخرى، اليوم حتى في جامعة كندية في مونريال. هل في رأيك أستاذ أحمد شديد نحن أمام نقطة تحول في المشهد في الشارع الأمريكي قد تنعكس لا محالة على المشهد السياسي عاجلا أم آجلا؟ هذه الهزة أو إلى هذا الزلزال الحقيقة من أجل أن تغير في سياساتها الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط ورعايتها الحصرية للإرهاب والإجرام الإسرائيلي في فلسطين. الذي يحدث حاليا في الولايات المتحدة حقيقة هو استنساخ لتجربة الحرب على الأمريكية على فيتنام في أواخر ستينيات القرن الماضي، والتي حقيقة كان للطلاب دور كبير بإيقافها و يعني التوصل إلى اتفاق أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. اليوم الإدارة الأمريكية وفي حقيقة الأمر هي أمام خيارات صعبة، ليس فيما يتعلق بجزئية الانتخابات القادمة في نوفمبر، والتي يعني كما عودتنا الولايات المتحدة أن تكون انتخاباتها حامية الوطيس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وإنما هناك حالة من تغيير الوعي، صناعة وعي جديدة في الأراضي الأمريكية تحدث، يقودها نخب المجتمع الأمريكي وهم طلاب الجامعات وأهم الجامعات في أمريكا، وهي تنتشر كما تفضلت كالنار في الهشيم يعني داخل الولايات المتحدة وخارجها وعلى معظم الولايات المتحدة، معظم الجامعات في معظم الولايات. وبالتالي الآن هناك تحول في الوعي الأمريكي وتحول في المواقف الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، أي أن هذا التحول يعني يفرض على الإدارة الأمريكية أن تعيد حساباتها، خاصة وأن هذه التظاهرات الجارية في حقيقة لم تشهد الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام، حتى إبان الحرب يعني التي شنت على يوغوسلافيا عام 98 أو الحرب التي شنت على العراق عام 2003 واحتلال العراق، لم تشهد الولايات المتحدة حراكا بهذا الشكل. وبالتالي الآن ما سنشهده يعني في السنوات القليلة القادمة تحول بعيدا عن الثمار الآنية اللحظية الإيجابية التي سيجنيها شعبنا من هذا الحراك، باعتقادي بأنه سيتحول هناك حالة من الوعي، ستختلف طريقة التفكير النمطية لدى الشباب في الولايات المتحدة والنخب في الولايات المتحدة عن الطريقة الحالية، وعلى أقل تعديل أن تتحول الآراء الأمريكية أشبه بالمواقف الأوروبية تجاه الصراع. وبالتالي هذا الحراك، هذه التظاهرات هي تحول استراتيجي، وستنعكس بكل تأكيد إيجابا، ستنعكس على الخريطة الجيوستراتيجية للمنطقة، على اعتبار بأن الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية بما فيها الدولة العميقة تستجيب إلى صوت الشارع والمجتمع في إسرائيل، وبالتالي سيفرض عليها تغيير موقفها اتجاه الاحتلال الداعم للاحتلال الإسرائيلي. هنا قد نلمس على شكل وقف الدعم العسكري الأمريكي، قد نلمس ذلك وأنا أتحدث عن الأسابيع والأيام والأشهر القليلة القادمة، ولكن على الصعيد المتوسط والمدى البعيد باعتقادي ستكون لهذه التظاهرات أهمية، وأهمية قصوى في تحديد مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي. عن هذه الأهمية دعني أسأل الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، كيف يمكن أن يستثمر الفلسطينيون والعرب وحتى المسلمون هذه الهبة الطلابية؟ الاستثمار، هناك مجالات مفتوحة، وأول من كتب عن ذلك إدوارد سعيد الفلسطيني المبعد، وتحدث عن أهمية العمل في الجامعات والمؤسسات وتغيير في الرواية، ولينين كتب في أكثر من مرة كيف يمكن اختراق النقابات الصفراء، بمعنى الدخول من خلال المؤسسات التي قد تكون ليبرالية أو نص رسمية
في الولايات المتحدة الأمريكية واختراقها للبدء بإظهار رواية أخرى. كل الوسائل الإعلام الرسمية الأمريكية تاريخيا لم تظهر في يوم من الأيام الرواية الفلسطينية، ودائما كانت على مدار منذ بدء الاحتلال من عام 48 حتى اليوم هي تظهر بأن الشعب الفلسطيني هو شعب بربري، شعب إرهابي، وأن دولة الاحتلال دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط أو في شرق أوسط بربري. هذه الرواية وهذه المحاولات التي غذت بها أجيال خلال العقود الماضية اليوم أمام واقع ومتغيرات تجاوزت الإعلام الرسمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما جعل الحكومة الأمريكية تتخذ بعض القرارات، على سبيل المثال ضد التيك توك الذي ينتشر في جيل أو في أوساط جيل الشباب، وهناك أكثر بالملايين من يستخدم هذه الوسيلة الذي تكشف سياسة الاحتلال وجرائمه والتهديد بأنهم لن يستطيعوا السيطرة على هذا المحتوى. كل هذه الإجراءات اليوم لن تستطيع أن تمنع من وصول كل أمريكي ما يجري من عدوان وجرائم وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وقتل للأطفال والنساء والتشريد والتهجير الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني. هذه الهبة في الجامعات لم تكن هي قرار أسقط فوقي من إدارة جامعة أو مجلس طلبة الجامعات لأنهم كانوا في سبات وفجأة قاموا بهذه الهبة. هي عملية تراكم وهي عملية اتخاذ خطوات تحريضية أخذت وقتها الطويل في عملية التحريض في أوساط الشباب وخاصة في الجامعات ضد قضايا تعتبر جزء من أولوية بناء الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحق المطلق الحق الإنساني المطلق الذي كفله الدستور الأمريكي. هذا الحق بدأ الآن يظهر لجيل الشباب أنه ينتزع، يضلل، تمارس الحكومة الأمريكية سياسة التحالف في عملية القتل والإبادة الجماعية وقتل الحريات حتى في حرية التعبير عن الرأي. وهذا الآن بدأ رغم كل محاولات التضليل بما فيها بلينكين الذي أراد أن في حتى وسائل الإعلام العربية مثل الجزيرة أن يقول أنه تتوقف ثورة الجامعات أو هبة الجامعات حينما يعود المختطفين، يريد أن يضلل المجتمع الأمريكي وحتى في المنطقة العربية بأن هذه الهبة هي من أجل إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى المقاومة. وهذا التزوير والتشويه يذكرنا بوزير الخارجية الأمريكي الذي حاول أن يظهر للعالم بأن العراق تمتلك قنابل نووية وذرية، وإنما التحالف الدولي لإنهاء هذه الظاهرة والوجود للقيادة السياسية العراقية سيدمر العالم، ولكن ثبت بالملموس أن كل هذه الادعاءات كانت مزيفة وهي عبارة عن كذبة وتضليل. نعم. مورست حتى في المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هذا التضليل المستمر من الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام الفيتو لأكثر من مرة، وكان آخره حتى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية استخدم الفيتو، وبالتالي قبح السياسة الأمريكية قد ظهر مليا وواضحا لدى أوساط الشباب، وهذا يأتي في إطار الحراك المبدئي الأولي في الولايات الذي حاولوا أن يهددوا بايدن ومدير حملته الانتخابية وأعضاء ناشطين في الحزب الديمقراطي الأمريكي بأن أصواتهم لن تكون للحزب الديمقراطي وأنهم سيتخذوا مواقف في الانتخابات لإسقاط بايدن وحزبه في الانتخابات القادمة، ولكن تطور بالتدريج لتصريحات كانت حتى من أكثر الداعمين لنتنياهو في الجاليات اليهودية الذي انتقد نتنياهو وقال يجب على القيادة
أو يجب أن نتخذ خطوات لتغيير القيادة السياسية في إسرائيل، وهذا لم يكن يتوقعه أي من الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو السياسية في دولة الاحتلال. والآن هناك انفجار أكبر وبحر من الجيل الشباب الذي يمتد ويتسع، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في بعض دول أوروبا، ومن ضمنها ألمانيا التي اتخذت كل الوسائل والقرارات لمنع أي تضامن مع الشعب الفلسطيني، كسر القرار في أكثر من مرة واستخدم العنف بطريقة غير معقولة، وكل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر حجم الإرهاب الذي يمارس من الشرطة الألمانية ضد المتظاهرين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني. هذا لن يستمر، وهذا هذه المتغيرات إذا كان هناك قيادة فلسطينية واعية وتؤمن بخلق أدوات وأشكال من النضال تؤسس لانتفاضة مدنية دولية تبدأ بالجامعات والتظاهر في مراكز المدن، ولكن تنطلق لاحقا لتشل الدبلوماسية الإسرائيلية في كل دول العالم، وتبدأ هذه الاعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية على مدار ساعات وأيام وأسابيع، وتستمر إلى شهور طويلة متواصلة يمنع الدخول والخروج إلى السفارات الإسرائيلية. نحن نريد أن نحول، وهذا ما عملنا خلال السنوات الماضية على الأقل في كسب المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في قضايا مختلفة، ولكن اليوم يجب أن نحول التضامن إلى خطوات مواجهة يشارك أصدقائنا الدوليين في المواجهة المباشرة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لدولة الاحتلال على كل المستويات. ونحن نعتبر أن هناك تطورات كبيرة، كانت جنوب أفريقيا هي الدولة الرائدة التي نعتز بموقفها أمام محكمة العدل الدولية، ونعتز بموقف الجزائر الذي حركت وواصلت هذا الموضوع في إطار مجلس الأمن لاتخاذ سلسلة من القرارات لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية ومن كانوا يعتبروا داعمين لدولة الاحتلال. والآن هناك تحولات تأخرت ربما في محكمة الجنايات الدولية، ولكن نعتبر أن أي تطور جديد في محكمة الجنايات الدولية سيخلق واقع سيرعب نتنياهو وحكومته. سوف نأتي على رعب نتنياهو. دكتور صلاح، أستاذ صلاح، سوف نأتي على رعب نتنياهو من الجنايات الدولية الذي يبدو جديا وحقيقيا. الدكتور أحمد شديد، في أثناء الاعتقالات وحتى كما سماه ضيفنا الإرهاب والقمع من قوات الأمن للمحتجين، كانت هناك اعتقالات وسط الطلبة وأيضا حتى لمرشحة رئاسية سابقة، ونتحدث عن حزب الخضر جيل ستاين حسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام، تم اعتقالها أثناء هذه الاحتجاجات. هل يمكن أن نقول أن الديمقراطية الأمريكية قد شاخت، وأن الأحرار في الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير أمام فرصة ذهبية للتغيير، تغيير قواعد اللعبة ودخول لاعب آخر غير الحمار والفيل في السباق الانتخابي؟ يعني اسمح لي بعجالة يعني أن أعرج على حديث الأستاذ صلاح، وهو يعني أنا أتفق معه تماما. جولات وزراء الخارجية الأمريكان، كان جيمس بيكر عام 1990 أو كولين باول عام 2003، من أجل إقناع العالم يعني بشيطانية العراق ويجب القضاء على العراق. يعني باعتقادي اليوم بلينكين يحاول أن يمارسها بطريقة إلى حد ما يعني مشابهة، إذا أنه يخاطب المحتجين المعتصمين بأنه عليكم أن توجهوا غضبكم إلى حماس التي تحتجز الأسرى، وهذا يعني في استخدام يعني وضيع لقضية الصراع في المنطقة. النقطة الثانية وهي مسألة ألمانيا، شاهدنا كيف أن السفير الألماني في باكستان تمت إهانته والهجوم عليه وتعاليته من قبل الطلاب، وتعالية خطابه الذي يحمل ما يحمل بطياته تبني للرواية والسردية الإسرائيلية. بالعودة إلى المجتمع في أمريكا، وهنا بعيدا عن السلوك الأمني الشرطي والذي تصفه بالمناسبة المواقع الإسرائيلية بأنه يعني سلوك قويم، وأن الشرطة في الولايات المتحدة بدأت تصحو من غفوتها وبدأت تتعامل بمنطق مهني مع المتظاهرين، حقيقة بأن الضرر على الكيان الإسرائيلي في الولايات المتحدة قد وقع. اليوم
الساحة وعلى مدى 70 عاما كما تفضل الأستاذ صلاح كانت الساحة الأمريكية خالية تماما من أي رواية ممكن أن تطرح باستثناء الرواية والسردية الإسرائيلية في زاوية مختلفة تماما. وهنا يعني قد أكون أثرت هذه الجزئية على فضائيتكم قبل أشهر، الشعب الفلسطيني يتحمل مسؤولية الفعل الألماني عام في الأعوام 42-43-44. الرواية الإسرائيلية عممت على العالم الجريمة الألمانية، إذا ما جاز التعبير، عممت على العالم وتم تبنيها بشكل كبير خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدفع الشعب الفلسطيني ثمن السلوك الألماني الهتلري قبل 80 عاما. وبالتالي اليوم، وهنا الأساس أو هنا الأصل أو هنا جوهر الحديث، اليوم هناك رواية أخرى تصارع الرواية الإسرائيلية، والرواية الأخرى الآن تطرح على يد يهود. وهنا نقطة في غاية الأهمية، أن قادة الحراك في الولايات المتحدة الأمريكية أو جزء من قادة الحراك في الجامعات الأمريكية هم يهود الديانة، وبالتالي لا يمكن أن يتم طعنهم إن كان ذلك بتهم معاداة السامية وما إلى ذلك من التهم التي تعود عليها كل من يفكر أو يحاول انتقاد السلوك الإسرائيلي. فيما يتعلق بسلوك شرطة الولايات المتحدة، هنا في دولة تتبنى الديمقراطية أو ترفع شعار تمثال الحرية، ترفع تمثال الحرية شعارا لها، ممارسة هذه الأدوات القمعية وهذه آلة القمع التي نشاهدها الآن على شاشتكم ضد الطلاب، قولا واحدا وفق تجارب مع كل الشعوب وليس فقط مع الطلبة وكل الشعوب مهما اختلفت المستويات الاجتماعية لهم، النتيجة تكون عكسية. وبالتالي كلما زادت الولايات المتحدة أو شرطة الولايات المتحدة كلما زادت من أساليب القمعية والقتل والاعتقال بحق الطالب، باعتقادي سيتولد ردات فعل أقوى وأقوى وأقوى تجاه من قبل الطلاب تجاه الشرطة وتجاه المنظومة برمتها التي تتبنى الرواية الإسرائيلية. إذن الآن لدينا رواية أخرى نزلت إلى الحلبة، الآن هي موجودة في الساحة الأمريكية بشكل قوي، لا تقتصر على الديانة الإسلامية كما يحاول البعض في إسرائيل تقديمها وترويجها، وإنما بعض النخب التي تقود هذا الحراك وهذه التظاهرات هم يهود، وهذا ما يدفع بنيامين نتنياهو أو هذا الذي دفع بنيامين نتنياهو أن يتراجع إلى حد ما قليلا بعد أن هاجم المتظاهرين ووصفهم بما وصفهم. رواية والسردية الصهيونية تتداعى. دكتور صلاح الخواجة، الروايات هذه الروايات ربما لم تعد تنطلي على النخب في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك روايات رسمية هذه المرة، هناك معلومات عن أن هناك 4 مكاتب لوزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الكيان الصهيوني يقوم بانتهاك للقانون الدولي بغزة. في رأيك هل من الوارد أن تلتفت إدارة بايدن لهذه التقارير؟ وإذا كان أنها لم تلتفت، فهل هذا مؤشر آخر على سقوط هذه الديمقراطية؟ أولا الديمقراطية سقطت، سواء كان هناك يعني تعاطي أو عدم تعاطي مع هذه القضايا، وظهرت للعالم والشعب الأمريكي. أولا ليس نحن من نحلل أو نقدر هذا الأمر، هناك ملايين الآن تنتفض في الولايات المتحدة الأمريكية ضد السياسة الأمريكية وضد من يخترق الدستور الأمريكي، باعتبار كما ذكرت في البداية أن أهم بند كان في الدستور هو الحرية المطلقة للمواطن الأمريكي بممارسة كل معتقداته وحرية التعبير عن الرأي بكل الأشكال الذي يراها مناسبة. اليوم هناك اللطمة كبرى يتلقاها الشباب الذي كانوا يعتقدوا واهمين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمول الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، اليوم بدأ وعي جديد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع مليارات الدولارات للعبث في شؤون الشعوب الأخرى، وجندت 94 مليار لدعم دولة الاحتلال وأوكرانيا وتايوان، وهي كجزء من محاولة لتعزيز الشركاء الذي تريد أن تظهر دول
متقدمة أو تشكل خطر مستقبلي عليها، سواء كانت روسيا أو الصين في العالم، وما تشكله من خطر سياسي واقتصادي وعلى المستوى العالمي. هذه المتغيرات الآن، حتى بايدن اتخذ خطوات عملية استباقية في هذا الموضوع قبل أن يكون هناك تقارير من مؤسسات دولية، حينما أعلن رسميا للشعب الأمريكي أنه يقدم كل ما يمكن من الأسلحة والذخائر والمعدات لدولة الاحتلال، ولكن هذا مشروط بأن لا يستخدم كشيء منافي للقانون الدولي. نعم. هذه جزء من الحماية المسبقة الذي اتخذها بايدن لحماية نفسه أمام الشعب الأمريكي احترازيا، وأمام اتخاذ أي خطوات في المحاكم الدولية، والقضية الأخرى ليضلل الشعوب العربية والمناطق التي ترتبط مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. معه. شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الخواجة الخبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا من رام الله، وأيضا شكر موصول للدكتور أحمد شديد أستاذ العلاقات الدولية وباحث في الشأن الصهيوني، كنت معنا أيضا من رام الله، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا، وتغطيتنا متواصلة.